المساعدات الإنسانية والطبية نيابة عن أهلي. تشكر جمعية هاند إن هاند فور سيريا لتقديم هذه المساعدات، وبتتمنى الجمعية نتمنى من الجمعية الاستمرارية في الدعم، وبنشكر بالأخص السيد أبو عمر اللي كان صلة الوصل بيننا وبين الجمعية. علما أن الجمعية أنها الجمعية ساهمت في تأسيس هيئة المساعدة الإنسانية والطبية، وساهمت في دعم أكثر من 1600 عائلة، ونتمنى منها المزيد للاستمرارية في العمل وتغطية جميع العوائل المحتاجة. الحمد لله، الحمد لله، all praises to Allah، all praises to Allah. ونحن الآن ذاهبون إلى بيوت أحد الشهداء في مدينة. السلام عليكم. هي تقدمت هاند إن هاند فور سيريا لمساعدة أهالي. I was too proud to see the truth and prostrate to you until I took the first step, and that's when you opened the doors for me. Now, Allah, I realize what I was missing by being far from you.